خلينا نرجع تاني الى النادي الاهلي ونروح للاستاذ احمد السيد، وبرضه لسه معانا مفاجآت لان احنا لسه مستمرين في الليله بتاعتنا. خلينا نروح للاستاذ احمد السيد مره تانية، وزي ما حضراتكم شايفين لا حديث يعلو عن هذا الصوت، الراجل المفاجأة والانفراد المهم، ويا ريت الاستاذ فاروق يكون معايا ويكتب ده، الانفراد المهم اللي خدناه منه ان هو ضرب بلي الدلدول في القالولو. فعلا انا استغربت والله، يعني وده اللي عايز اساله لاحمد السيد، يعني ادى بلي الدلدول القاضيه في الحته الفاضيه. قال لك لم يحدث ان انا اتكلمت مع الاهلي ولا استطلعت راي الاهلي ولا الاهلي قال لي. طب امال الكلام اللي احنا قرناه ده يا جماعه منين؟ حتى انا لما سالت ناس في الاهلي قال لك احنا قلنا نتعاون في ظل ظروف كورونا، يعني احنا ما عندناش مانع. يعني دي المفاجاه وده الانفراد، ما هو كل حاجه فيها صيد. الصيد السمين يا احمد يا سيد في مكالمه احمد مجاهد انه بص قال لك هذا الكلام عاري تماما من الصحه، يعني ضرب بلي الدلدول قصف جبهه في الحته الفاضيه. لا كلمت الخطيب ولا كلمت الاهلي ولا الاهلي رشح، وقال لك وعيب على الاهلي او يزج باسم الاهلي او الخطيب في مثل هذه الامور. قال لك وقابلت عماد بيه عبد العزيز في نفس الاحتفاليه، لا 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 اتكلمت معاه ولا قلت له ولا قال لي، وكل ما قيل في استطلاع راي الاهلي عاري تماما من الصحه. حتى انا سالته سؤال عارفه اعلاميا محرج رأي الدولة، طبعا هو رد بذكاء قال لك أنا تصريحاتي بتنقل للفيفا والكاف لأن أنا راجل معين منهم، فما أقدرش أقول أخد رأي الدولة. قلت له لا أمنيا يبدو إن هو متكلم والدنيا مترتبة واخد قراره، وباني هذا القرار على أرضية صلبة، ويمكن أنت تتفق معايا في ذلك. معاك طبعا يا استاذ عبد الناصر، ودايما زي ما احنا اتكلمنا الزج باسم النادي الاهلي في اي جمله ما مش مفيده، ملهاش علاقه باي حاجه، ما يعني احنا عارفين اصحابها جدا جدا جدا، والامر ده بقى يعني واضح جليا للناس اللي بيتابعوك. فبمنتهى الامانه النادي الاهلي واتكلمنا لم يرشح اسماء بعينها، الاهلي بيساند الدوله المصريه، الاهلي بيساند وبيدعم الرياضه المصريه، الاهلي ان عمره ما بيقف وبيحط العقده في المنشار، وده اللي اكدك معاك الاستاذ احمد نجاد. فالنادي الاهلي ما عندوش مانع ولا لده ولا لده، الصالح العام هو اللي هيمشي. فده القول الفصل. يعني دلوقتي بص على فكره بعد مداخلتنا دلوقتي بلي الدلدول قلبها كورونا، والراجل يعني في اكتر من رئيس الاتحاد قال لك كورونا ملهاش دعوه. يا عم حد يقول للاعداد بتاعه احمد مجاهد بيرد على كل الناس، يبعت رساله لاحمد مجاهد وهيكلمهم بدل ما قاعد يكذب على الناس وشكله معفن. يعني هم بيتفرجوا عليا انا عارف، يعني حد يبعت رساله يا ابني انت وهو في الكنترول يقول له يا باشمهندس احمد عايزين مداخله مع بلي الدلدول، وهاتوه يا ابني بدل ما شكلكم وحش. بدأوا الحلقه الاهلي بيدير الكره في مصر والاهلي بيعين حكام مصريين، ودلوقتي قلبوها كورونا ومش عارف ايه. يا ابني اكلموا احمد مجاهد بدل ما شكلكم وحش، ده احنا اللي على اليوتيوب والفيسبوك جبنا احمد مجاهد، عيب عليكم. الراجل بيدخل على كل القنوات عشان يدافع عن قراره. ولكن انت ايه رايك يا احمد في الانفراد بتاعي؟ والله ما كلمت حد في الاهلي ولا استطلعت راي حد. يعني طبعا بحييك على الانفراد، وده العقل وده الصح. لكن في ناس وانا متاكد هيطلعوا بكره ويقول لك اصل الكابتن محمود الخطيب رشح 3 حكام، اصله حط شورت ليست فيها 16 حكم فيها 16 مش عارف ايه، اصله قال يعني هيتقال كلام كتير قوي. انت نهيت الموضوع بمنتهى الامانه. خلي بالك انا ما زلت بقول لك انا معترض على الحكام المصريين، عشان ما حدش يقول لي انت غيرت كلامك. انا عشان في حد بعت لي رساله اهو، ما اعرفش مين اهو، الاستاذ المحترم استاذ محمد اسعد محمد اسعد بيه محمد. لا انا ضد الحكام المصريين ومع الكابتن محمود سعد ومش وقته، والدنيا ممكن تولع ومحدش هيقبل صمتي مش فاول انا. لكن انا بتكلم على كلام الراجل اللي فاجأنا قال لك ما خدناش راي الاهلي، لكن انا ضد الحكام المصريين حتى اللحظه، وما زلت عند رايي
لا اما اجانب لا اما هيتاجل، لو غير دول يبقى احمد مجاهد بطل، ارفع له القبعه وادي له تعظيم سلام. بس عشان رايه يبقى واضح. ولا انا غلطان يا احمد في الكلام ده؟ لو انا شفت حكام مصريين يوم 18 هدي له تعظيم سلام واقول له انت بطل الابطال. لكن انا بتكلم على الناس اللي بتفتي، سيبك من رايي، انا رايي خلاص حكام اجانب او عرب. واخد بالك انت؟ صح. بس غير كده ما خش بقى على موسيماني والليله دي. نخش على اخبار النادي الاهلي. خلاص موضوع الحكم قتلناه قولا واحدا، حكام مصريين بشكل كبير الموضوع رايح خلاص زي ما الاستاذ احمد مجاهد انفرد معاك ووضح الموضوع ده، والاهلي ليس طرف في القضيه بمنتهى الامانه، وعشان بس الناس ما ترغيش كتير في الموضوع يعني. الاهلي بيستعد للقاء سيمبا التنزاني في 9 من مساء الجمعه، خلاص ساعات ولقاء مهم للنادي الاهلي. موسيماني يعني كان في محاضره النهارده يعني اقتربت من الساعه الكامله مع نقاط القوة والضعف الفريق سيمبا التنزاني، وفريق محللي الأداء كانوا عاملين يعني أكتر من فيديو بصراحة تم عرضه على اللعيبة، بيتكلموا على بعض الجمل الفنية اللي فريق سيمبا التنزاني بيشتغل عليها، وموسيماني اتكلم مع اللعيبة على بعض الأمور علشان يقفل على جناحي سيمبا التنزاني خصوصا في النواحي الهجومية. اتمنى موسيماني عمل يعني تقسيمة قوية ما بين الفريقين، بس قعدت حوالي ربع ساعة بس، وكان في تعليمات محدده لبعض اللعيبه خصوصا على الشق الهجومي. الحراس المرمى مع يانك ميش اللي كان في تدريبات اضافيه وقويه جدا خصوصا الشناوي وعلي لطفي، وكان في تركيز كبير جدا ما بينهم، والتنافس عجبني حاله الحراس النادي الاهلي والتنافس، ويانك ميش عامل روح حلوه بصراحه ما بين حراس النادي الاهلي يعني. كهربا كان مشارك في المران وظهر بمستوى كويس جدا، نفس القصه حسين الشحات اللي كان ظهر بمظهر كويس جدا، لكن المؤسف شويه ان والتر بواليا تعرض يعني لكدمه قويه في القدم كانت في التقسيمه، وبالتالي لم يستكمل المران. الدكتور احمد ابو عبله قال التقسيمه ان شاء الله يعني عفوا الكدمه اللي كانت في التقسيمه مش قويه جدا، لكن حرصنا على طول على راحته، وتم عملي جلسات استشفاء للتخفيف من الام الكدمه، وان شاء الله يعني باذن الله الامر لا يعوق عن المشاركه في لقاء النادي الاهلي مع سيمبا 9 مساء الجمعه القادمه. بالمناسبه سيمبا تواجد في القاهره اتمرن كمان يعني يمكن السفير كمان كان في استقبالهم السفير التنزاني في مصر، هم بصراحه مع ديدي جوميز عاملين شغل كويس المدير الفني ليهم ومركزين جدا واخدين لقاء النادي الاهلي بغض النظر عن ترتيب المجموعه لانها اتحسمت، لا واخدين لقاء النادي الاهلي باهتمام شديد جدا. في نفس الوقت يمكن ملعب الاهلي ويا السلام هو اللي هيستضيف اللقاء، حاجه محترمه جدا عملتها شركه استعداد، وتم تزيين يعني الملعب من جديد، وتم ازاله بعض صور اللعيبه اللي رحلت عن الفريق، تم وضع لعيبه جداد يعني كان موجود طبعا صور لجيرالدو وايليو باجي، الصور دي كلها اتشالت، وبعض الصور الاخرى اتحط كمان لعيبه جداد زي اكرم توفيق والتر بواليا بدر دانون، كمان اتحط بعض الجمل زي على الفوز دايما ناويين، انت الاسطوره لو رحت فين، ارفع راسك فوق، فريق جبار، وحتى ببعض اللغات الاخرى زي باللغه الانجليزيه او باللغه الروسيه، يعني ان شاء الله ملعب الاهلي ويا السلام يعني تجديدات في اقل من حوالي 8 اشهر علشان يليق بالنادي الاهلي واللي هيعود تقبل مباراة النادي الاهلي وسيمبا باذن الله 9 مساء الجمعة القادمة، واعتقد الكل يعني منتظر هذه المباراة رغم زي ما انا بقول حسم يعني ترتيب المجموعة، ولكن مهمة حتى على المستوى الفني. الملعب هو بعد التجديدات اللي الصور الصور جميلة بس استاذ السلام بعيد يا عم الحاج. بعيد بالنسبه لك وبالنسبه لي. لا اليوم اللي رحت زرتهم فيه جيت عندي كورونا في نفس اليوم، بس مش هم السبب. يا نهار ابيض. كنت في زياره بتفرج وضربتني الشمس فصحت جوايا كل المواضيع اهو قدامنا. ماك اتفضل ابو حميد. يعني طبعا الصور جميله جدا ملعب الاهلي ويا السلام، وعودته لاستضافه مباريات النادي الاهلي اكيد ليه مردود مهم جدا، والنادي الاهلي دايما يعني بيحاول يشتغل في حته الانشاءات وبيحاول يشتغل في حته يعني المنظومه الرياضيه بشكل كبير، ده حاجه محترمه يعني.
مؤمن زكريا، مؤمن زكريا يعني كان ليه تصريحات مهمة، وقال لي يتمنى ان يكون نهاية القرن من جديد ما بين الاهلي والزمالك في النسخة الحالية، وقال برضه ساعتها هيشجع النادي الاهلي، وقال يعني سعيد بالتواجد في الامارات، وهو قال له قبل كده جاله عرضين من الامارات سواء من نادي الامارات او من نادي العين، ولكن لم يحدث نصيب او لم تتم صفقه، وراح للدوري السعودي ساعتها. مؤمن زكريا الحمد لله طمنا الناس عليه، حالته احسن واحسن، اتمنى له الشفاء، لسه رحله يعني العلاج طويله، ربنا يشفيه ويعافيه باذن الله، والامور تبقى افضل وافضل باذن الله يعني. تمام. اخيرا موسيماني مران النادي الاهلي الخميس بعد المران على طول، هيبقى في طبعا الاعلان عن القائمه، ومش هتكون فيها مفاجآت بشكل كبير، وان كان من المتوقع زي ما انا بقول ربما موسيماني يستغل مركز او اتنين لراحه بعض اللعيبه، وفي نفس الوقت يكون في يعني تبادل لبعض اللعيبه، والامور تكون افضل ان يقدر يجهز بدائل بشكل كبير، وان النادي الاهلي طبعا الفتره القادمه هيكون في ضغط مباريات، فلذلك لازم يكون جاهز لهذا الموضوع. كمان بالمناسبه الاهلي عمل مسحه كورونا نتيجتها ان شاء الله هتظهر خلال ساعات، برضه موسيماني المفروض يعني خلال ساعات في مؤتمر صحفي في ملعب الاهلي ويا السلام، المؤتمر الصحفي اللي بينظمه الاتحاد الافريقي، هيتكلم فيه طبعا عن امور مهمه، واكيد هيسال عن موضوع الروتيشن والتدوير وسياسه الفتره القادمه، ده امر مهم جدا جدا جدا. برضه بالمناسبه الاهلي بينتظر خلال الفتره القادمه نسبة عائد بيع وليد ازارو، زي حضرتك تعلم وليد ازارو راح الاتفاق السعودي، وكان في مبلغ بيتم دفعه على اسقاط، فالنادي الاهلي ان شاء الله خزينته تنتعش بباقي المبلغ خلال الساعات القادمه. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا. احمد معاك يا استاذ عبد الناصر. طب الكابتن شوبير بس ليه تصريح جالي دلوقتي بيقول للاسف الشديد اصابه معلول تجددت، وده ضايق علي معلول جدا، انه حس ان الجهاز الطبي في الاهلي تسرع في تاهيله عشان يرجع ويشارك في المباريات، بس ده للاسف كان سببه تجدد اصابته. طبعا انت عارف الكابتن شوبير بدا الخبر في الاهلي اكيد صح 100%. يعني ما هو الاصابه اتجددت فعلا، ما احنا قلنا لا خلاف على هذا الامر، الاصابه اتجددت، وده ازعج النادي الاهلي، ازعج كابتن محمود الخطيب، ازعج اللاعب نفسه، ازعج الدكتور احمد ابو عبله. لكن بس ده خلي بالك يا احمد عشان نبقى منصفين، يخلي الكلام اللي اتقال وقت ما قلنا ان الجهاز الطبي للمنتخب التونسي شد واتكلم في الموضوع ده كده يبقى الناس كلامها صح يا احمد، خلينا نبقى امنا ونقول اللي لينا واللي علينا. ودي حقيقه، وده بمنتهى الامانه اللي خلى علي معلول يسافر لتونس وينضم للمنتخب التونسي ويستكمل جزء من فتره علاجه هناك. ماشي، ايا كان الخبر قديم او جديد، بس ده بيؤكد ان الناس بتوع تونس كان عندهم حق. الفتره القادمه اكيد طبعا، يعني انا يعني كنت شايف البرنامج اللي علي معلول عامله كانت الامور ماشيه بانتظام. اكيد طالما الاصابه تجددت يبقى اكيد حدث خطا في الجهاز الطبي في النادي الاهلي بمنتهى الامانه، يعني معنى ان لاعب يكون مصاب والاصابه تتجدد في نفس موضع الاصابه يبقى اكيد كان في حاجه غلط. لكن هو ما نزلش وبعد كده حصل اصابه ثانيه قدريه في نفس مركز الاصابه، لا هي تجددت، فده ازعج الكل بمنتهى الامانه. اكيد الاهلي عليه انه يستفيد من تكرار مثل هذه الاخطاء، عشان كده انا قلت لك الاهلي متروي جدا في عوده علي معلول، في نفس الوقت نفس القصه متروي جدا في عوده كريم نيدفيد، الاهلي بيحاول ما يبقاش فيه استعجال في عوده اللعيبه رغم حاجه الاهلي للعيبه دي في ظل ضغط المباريات يعني. ماشي، شكرا جزيلا يا سيد احمد. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الناصر.